السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. اليوم نهار جديد ووصفة جديدة، فاليوم غنكملوا على سلسلة حلويات العيد. بالنسبة غنديروا اليوم صابلي، بالنسبة لها الصابلي فغنديروا بلا بيض، فبزاف ديال الناس كتكون عندهم حساسية ديال البيض اولا مكيكونش عندهم بيض موجود في الدار وكيبغيو يديروا صابلي. فبالنسبة لنا اليوم غنديروا صابلي من اسهل ما يكون بلا بيض وكذلك بلا قوة الدليك. فغناخد انا هاد الكاس وغنضيف ليه 250 غرام ديال الزبده. هاد الزبده يمكن لكم كما قلت لكم ديروا الزبده ديال لي بواط اولا ديروا الزبده ديال العبا. فانا نحلها ونقطعها قطع مربعات. انا قطعت هنا الزبده قطع، فغنضيف ليها كاس ديال الزيت. بالنسبه للناس الا بغاو كميه كثيره فيديروا جوج كيسان ديال الزيت، بغاو كميه ديال الصابلي كثيره فيديروا جوج كيسان ديال الزيت. غنديرو كاس ديال الزيت وغندير كاس ديال السنيده. انا هنا غندير كاس ديال السنيده سكر سنيده كما قلت لكم. الا بغيتو دوبلو المقادير فديروا ربع ديال الزبده وجوج كيسان زيت وجوج كيسان سنيده. فانا غندير الا عندكم النكهه ديال الناطا فديروها، الا عندكم النكهه ديال الفاني فضيفوها. بالنسبه الا كانت عندكم سكر بنكهه الفاني اولا فاني بودر فضيفوه. فبالنسبه لي انا فغندير راس معلقه ديال النكهه ديال الناطا، غير النكهه شتو راس معلقه. وغادي ندير قبصه ديال الملحه. وغنطحنوها بهذه. يمكن لكم نتوما ديروا الخلاط الكهربائي، فبالنسبه لي انا غندير هذا الكاس ونطحنها باش الزبده ما تذوبش ليا مع الزيت. دابا عطينا بزاف ديال الدليك فكتذوب وكتعطينا الزيت بزاف وكتجينا صعيبه اننا نجمعوها. فانا غندير هذه العمليه كتجينا سهله وكذلك ما كتطلقش لينا الزيت بزاف. ها انتما فتشكل عندنا الكريمه شوف. فانا غنضيف ليها هذا هو اللي غيعوض لينا البيض، فغنضيف ليها ياغورت من وزن 110 اولا دانون واحد، فهذا كيعوض لينا البيض. وغادي نخلط ثاني بالميكسور ديالي. يمكن لكم ديروا الاحسن ديروا النكهه ديال الفاني، فانا عندي بالكوك فهو اللي ضفت. ثم من بعد ما طحنت ليا فغنديرها في الاناء ديالنا. وهنا كنضيفوا الدقيق بشوي بشوي، حاولوا تضيفوا الدقيق بشوي بشوي باش ما تقصحش لكم العجينه. شحال الا قصحت لكم فضيفوا حساب جوج معالق ديال الياغورت، اولا الا كنتو دايرين البيض فضيفوا حساب صفار بيضه. فانا غنتسنى حتى تجمع ليا العجينه ونرجع لكم. ما كندلكوهاش شوف، فغير كنجمعوها بحال هكا. انا بالنسبه ليا دابا راه كنجمع غير الدقيق، كنحاول ندخل في هذاك الدقيق اللي باقي. فهانتوما شوفوا القوام ديالها فكتجي رائعه. وشوفوا شوفوا القوام ديالها كي داير. كنتمنىكم انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. فهادي بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه كما قلت لكم ديال البيض، وكذلك الناس اللي ما كيكونش عندهم البيض وكيبغيو يديروا صابلي اقتصادي. شكل قطاعات اللي غنستعمل انا هادو، ممكن لكم تستعملوا نتوما اي قطاعات عندكم اولا غنستعمل هادو، ممكن لكم نتوما تستعملوا اي قطاعات عندكم. دابا غندوزو باش نصرحوا العجينه ونقطعوا فيها كما قلت لكم. غنسرحوها سمك متوسط لاننا غنديروها طاجينه وحده، ما غنديروش جوج طبقات راه غتكون طبقه وحده. كنجيو هنا نديرو بالنسبه لهاد القطعات نزوجوها نجيو هنا ونقطعو ونوركو هنا باش هاد
الزواق تبع لينا العجينة ديالنا. نجرو بحال هكا نجرو. بالنسبة لهاد القطعات مكنكونش غالية، نحط الثمن ديالهم نجرو بشوية. هادو واحدة أخرى معانا مع بعضياتنا، نمرقو بحال هكا نضغطو كنجرو هنا، كنبداو هنا في الجنب كنبدا نجرو بشوية باش مكاينش بالنسبة لمدلي كنحطو الوسط باش متينا شي غليظ شي رقيق لعجينة، كنحطو الوسط ونطلعو هكا ونعاود نحطو الوسط ونضغطو هكا باش تجينا سمك واحد. كما ديال انا هادي اللي تخدم شويه مع هادو ديرو نوركو نوركو مزيان ونهبطو. شوف ملي كدير الدقيق كتولي ساهله في الخلط تخلص لينا ديالها. ملي دخلت الفرن طيب على نار مهيله، شي نار مهيله تكون من فوق ومن تحت. هاد الوشكه ديالها غنديرو بحال هكا ونسرح ونطلق معاكم. فغندير هاد الشكل، ممكن يكون كيلو هاد الشكل ولا هاد الشكل، فانا غندير هاد الشكل كما قلت لكم. ديروها في الدقيق ونخبطوها ونقطعو بعد ونقطعو ونوركو باش ديك الرسمة تبان لينا في العجين. نبدا نجرب شوي بشوي. بالنسبه للمقادير ديال هاد الصابيه فما غتسمح لكم كاع تجيكم ساهله. شكي كتجي انا نجرب لكم هادي حتى هي شي غتجي نديرو في الكيك نخبط نقطع ونورك على هاد الشكيلات باش تخرج ليا الزواقه العجينه ونورك نبدا نحيد فيها. اللي يعجبكم بغيتو هادي بغيتو هادي، انا نبقى تنكمل العجينه ونتلاقى معكم. هذا هو الطعام اللي كملت الاشكال اللي درت من داك الشكل اللي كنت كندير. هذا هو شكل الطعام، انا كملت الشكل دابا غندخلها الفران هما اللي غطيب نوريها لكم. دابا غندوز الشكل الثاني غنبدا نشكلو فيه وغنشكلو بهادي الطابع المربح. هنا نبدا نقطع من بعد ما درت الطابع كما قلت لكم في الدقيق، ثم الطوابع الاولانيين شحال غندير كنخبش كتخرج ساهله. بالنسبه للتزيين فانا درت غير تزيين بسيط ومن الاشياء نقدروا نلقاوها في المحلات التجاريه اللي حدانا، وماشي ضروري نمشيو عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات باش نشوف شي حاجه دايره الثمن. يعني من اشياء بسيطه يمكن لينا نفرحوا وليداتنا ونفرحوا عائلتنا. كما كنقول لكم ديما كنقضيو باللي موجود عندنا. بالنسبه للصابلي اللي درت فيه الفلون ديال الفاني واللي درت الشكل ديالو داير، فزينته بالشوكولاته الابيض واسود ورشيتهم بالفيرميسيل الملون. يمكن لكم ما كان الفيرميسيل الملون تعوضوه بدوك الحبيبات ديال الفانيل الملونين، راه كيكونوا صغيورين فيمكن لكم لقيتوهم عوضوهم بهم نتوما كيجيو الشكل ديالهم زوين. او يمكن لكم تكتفيو غير بالشوكولاته الاسود بوحدو كما درت انا بالنسبه للشوكولاته الابيض. وبالنسبه للصابلي اللي بنكهه كراميل فزينته بالشوكولاته الابيض باش يلا يتوالى معاه، فزينته بالشوكولاته الابيض. وبالنسبه للشكل الثالث اللي بالنكهه ديال البرتقال اللي درنا فيه الفلون ديال البرتقال فزينته بالشوكولاته الابيض وبالفواكه المعسله اللي كنت حضرت معكم من قبل، راه كنت حضرتهم في القناه فانا غنخليه لكم في صندوق الوصف. هذاك الفواكه المعسله فانا مصايبهم ومخليهم في المجمد الوقت اللي كنبغيهم الكيكه اولا التزيين فكنستخدمهم. او اللي ما عندوش فواكه معسله يمكن لي ياخذ دوك البوينينات اللي كنا ناخذهم اللي كنا صغار كيتباعوا في الحوانت
كناخذو من وليداتنا، فيمكن لكم تاخذوهم وتقطعوهم وتزينوا بهم. كما قلت لكم التزيين بسيط، يمكن لينا نفرحوا عائلتنا ونفرحوا وليداتنا. ماشي ضروري نمشيو عند اللي كيبيع لوازم ديال الحلويات ونشوف شي حاجه غاليه، ماشي ضروري، يمكننا من اشياء بسيطه نفرحوا عائلتنا. وهذا هو الشكل ديال الصابلي اللي صيبت انا اليوم، اللي خرجت منهم ثلاثه تشكيلات. نتمنى وصفتنا اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها، وما تنسوش تدعموني باللايك وبالاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.